الرسمية. انا يا اخويا من الزاويه الرياضيه والسياده واسم الجزائر انا لا انسحب. الانسحاب هو نقطه ضعف. انت عميل ديال المخزن، انت عميل ديال المخزن، هاد الهضره اللي كتقول حشومه عليك، كيفاش تقول على القوه الضاربه بانها ضعيفه؟ كيفاش تجرأ وتهضر على جمهوريه ام حسن بانها ضعيفه؟ انت خدام مع المخزن المغربي، انت من الايادي الخارجيه اللي كتستهدف القوه الهاربه، كيف يعقل؟ مقدم البرنامج قال هذا السيد هذا، قال له راهم انسحبوا وكذا، ايوا قال له هذا ضعف، انت ملي ما قدرتيش تدخل في منافسه مع المغرب اذا انت ضعيف، لبدها وسكت. مقدم البرنامج بغى يدافع على الجزائر، قال له لا دابا حيت هذا الرئيس اللي جا جديد الاولويات ديالو هي يشوف النهوض بالكره الجزائريه من الداخل، شوف التحكيم عبداو يديروا التكوين وكذا، قالوا هذا هو الضحك على الدقون. قالوا علاش يا محمد؟ قالوا راه شحال من عام ما يقولوا هاد الهضره، ها شحال من عام ما يقولوها، ها مقدم البرنامج هو يلبدها. قالوا كل عام كيقولوا راه حنا غنديروا غنديروا، ما كيديروا حتى حاجه فيهم على الفم والشفاوي. دابا ملي هربتي من المنافسه قدام المغرب اذا انت ضعيف. حشومه عليكم اصاحبي، حنا كمغاربه دابا ما حشومه عليكم. دابا الا انسحبتوا كيفاش نحسوا بداك الطعم ديال الرباح اصاحبي؟ حنا عارفين راسنا رابحين ولكن كنتسناو النتيجه، راه كلشي على النتيجه. شحال هما غاديين يصوتوا؟ كنظن شي 24 صوت. انا كنتسنى 19 صوت ديالنا، هذه كنتسناها انايا، وما تبقى غادي يكون فيه انسحاب ديال بعض الدول اللي ما غاداش تصوت واللي بقى عديوه نتوما، واحد جوج ولا ثلاثه. انا لما جبت 19 صوت بالنسبه لي انا خسرت، وانتوما هزيتوا هادشي كامل ضربتوه مع الارض اصاحبي. حشومه عليكم، علاش تنسحبوا؟ حنا كنخايفين اصاحبي، كنترعدوا منكم اصاحبي. القوه الضاربه والدبلوماسيه الجزائريه شوم عليكم اصاحبي، مطلب شعبي مغربي لا لانسحاب الجزائر. حنا كنقول لكم اسيدي مرحبا وديروا الدبلوماسيه وحركوا وزير الخارجيه ديالكم، راه ماشي عيب اصاحبي وزير الخارجيه ديالكم يمشي يهضر مع الوزراء الخارجيه ديال الدول باش يصوتوا للبلاد ديالكم، راه هذه حاجه عاديه. حركوا الدبلوماسيه وبقاو ما تنسحبوش اصاحبي. عا قول لي كيفاش انا لا انسحبتو؟ انسحبو حتى حنا ما عندنا ما نديرو به، كذب عليك واش ندير به؟ انا كنتسنى النتيجه صاحبي، واحد 19 صوت لصالح المغرب، ما جبناهاش راحنا خاسرين. كندير نحس بهذا الطعم ديال الرباحه صاحبي، حنا جايبين ننظموا كاس افريقيا عادي يا صاحبي، والله ما نحسوا به بالله. حشومه عليكم اصاحبي، تبقات يومين اصاحبي كنتسناو النتيجه وشحال غنجيبوا، في الاخر ضربوا لنا كلشي في الزيرو. دابا الاشكال شنو هو؟ واحد السكرين خليته عندي ديال واحد قناه ولا صحيفه ولا ما نعرف شنو كتعتبر راسها هي عندهم في الجزائر، شنو قالوا علينا في الحلم ديالهم. دابا حنا غنوريكم الحلم والحقيقه، الحلم كيفاش كيعيشوه في جمهوريه ام حسن والحقيقه ديالو شنو هي. الحلم هو هذا، قال لك مصادر جزائر تيوب تؤكد بسبب الزلزال والفوضى العارمه وعدم وصول المساعدات لالاف المغاربه وخوفا من ثوره شعبيه والروينه وقلبنا، القجع قد يعلن انسحاب المغرب من تنظيم كاس افريقيا 2025 في الساعات المقبله. هذا هو الحلم في جمهوريه ام حسن، اختراع قصص، اختراع اكاذيب وتوقعات وهميه، ولكن الواقع شنو هو؟ ها هو الواقع، خروج بوق من ابواق النظام الكبراناتي كيمهد الطريق لانسحاب الجزائر من السباق لاحتضان كاس افريقيا 2025 و2027 بسبب الضعف ديالهم، بسبب العلم ديالهم بان فوز القجع اقوى منهم والدبلوماسيه المغربيه اقوى منهم وابناء جمهوريه ام حسن ما عنده في السوق ما يذوق. هذا هو الواقع في جمهوريه ام حسن، هو الحلم هو اللي دوزناه في الاول، كذبوا على الشعب في الاول، صافي راه انسحبوا المغرب هو غادي هارب الله اكبر الزلزال ضرب هذا، في الاخر هما اللي ما ضرب بعدهم لا زلزال لا والو، هما اللي انسحبوا. حقا غنديروا التكوين، حقا غنشوفوا النهوض بالكره الجزائريه، وانتوما من عام رقدوا تفاوضوا وانتوما كتقولوا هاد الهضره، ما درتوا حتى حاجه. اللي درتوه هو هذا ثالث رئيس في عهده واحده، وربما ما يكملهاش ويمشي بحاله ويجي الرابع وتختموها عالميا، اربعه الرؤساء في ولايه واحده. وهنا الاعلام التونسي خرج له منيشان، انسحاب الجزائر يؤكد الضعف ديالها الكبير في مواجهة المغرب اللي أقوى منها بكثير. حنا كنا قال لك عارفين بأن فوز القجع غادي يعفط عليهم، ما غاديش يوصلوا، يتفوقوا عليه بالدبلوماسية ديالهم، بالرئيس ديالهم اللي حطم الرقم القياسي، أول رئيس على مستوى العالم كيدير خطاب على الكراسي الفارغة، لا والو. هذه شوف هذه غيدخل عليها الموسوعة غينيس، كاينش اللي يقدر يديرها. فسمعوا الاعلام التونسي شنو قال لهم واللي جاهم فاص، نخليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم بالتعليقات، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. يلا الجزائر تنسحب من تنظيم كاس افريقيا للامم 2025 2027، يبدو يا كابتن ان هذه اول قرارات المكتب الجامعي الجديد الاتحاد الجزائري لكره القدم. الجزائر لن تنظم لا 2025 ولا 2027، ولو انه في الكواليس قلناها اكثر من مره انه المغرب فازت بتنظيم كاس افريقيا للامم 2025 و2027
ماشية للسنغال بطل كأس إفريقيا للأمم 2022 في الكاميرون. مقال كتبه ونشره حفيظ الدراجي مذيع قنوات بين سبورتس، قال أنه القرار الأبرز والأكثر استعجالا للاتحاد الجزائري كرة قدم برئاسة الرئيس الجديد للفاف وليد سادي سيكون إعلان الانسحاب من سباق تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا وتركيز الاهتمام على إعادة ترتيب البيت من خلال تكييف القوانين مع لوائح الفيفا وإعادة بعث المديرية الفنية والاهتمام بالمنتخبات الشابة ودوري المحترفين والهواة وتكوين المدربين والمؤطرين والحكام. هذه أولوية الاتحاد الجزائري لكرة القدم يا كابتن. أولوية كبيرة هذوما كانوا. أنت تعرف هيركول؟ هيركول بيان سور نعرف. تعرف الفيلم نتاعو؟ بيان سور. فما لي دي ترافو دي هيركول تعرفهم يعطيو دي ترافو لهم عجوبة كالي يهز الحجر ويجيب معناها دي ترافو صعب باش الانسان الا ما تكون انسان قوي. هذوما اللي دي ترافو انت معناها كي تكلم انت تجيب انت تعمل معناها باكيج التكوين والصغار والواحد كيفاه انت ما تعمل برنامج تعمل استراتيجيه فما مراحل بالمرحله معناها هالكلام هذا نسمعوا فيه في تونس نسمعوا فيه في الجزائر نسمعوا فيه في في, في, في كل البلدان العربيه كي تصير ازمه اول شيء يجبدوا دوسي يعملوا له هكا الاخبار نتاعو تكوين الشباب وتكوين الحكام وتكوين المدربين اي وقتاش تكوين المسؤولين وتكوين المؤطرين وقتاش هذا تكونوا في كل شيء اللي بيه الفايده معناه يمشي مدرب ما يلقاش في زافي ما يلقاش مسير ما يلقاش انت تساند القرار هذا كابتن من كنت نفهم انه انت مساند نوعا ما خاصه في تكوين المؤطرين وإعادة الهيكلة بالنسبه للاتحاد الجزائري كره القدم عمل شاق وعمل طويل واستراتيجيه تتطلب سنوات وسنوات عنده عام ونص الاتحاد الجزائري كره القدم هذا المكتب الجديد عنده في يده عام ونص برك لا مش يكمل 18 شهر لا مش يكمل بعد نشوفه بعد نشوفه ولكن في عام ونص تعمل هذا كله معناها تأكي ما اسمه مش في عمل هذا كله لكن الأولويات هي هذه اللي حكينا عليها اللي تاشذوما يعني إعادة ترتيب البيت إعادة ترتيب البيت أي والتغاذي أو الانسحاب من تنظيم كأس انسحاب لا انسحاب أنا ضد كل انسحاب أنت دولة مش شخص تغشش يجب أنت تمثل دولة الجزائر دونك الجزائر هي المرشحة هي لازم الترشح تاعها يقعد مش الترشح نتاع رئيس الجامعة ولا الترشح تاع جورناليست اتونسيون لازم فما احترام احترام فما سيادة يعني السلطات ربما تتدخل في هذا القرار نقدم الترشح نتاعي وأنافس وأنا اسمي الجزائر هي اسمها السنغال اسمها كذا وكولو ميرغاني فما زاوية أخرى كابتن لقرار الإنسان انسحاب بون هذا كلام حفيظ الدراجي في المقال يقول قبل كل هذا ينتظر ان يخاطب الاتحاد الجزائري الكاف ويعتذر عن تنظيم اي حدث رياضي قاري الى اشعار اخر بعد ان تبين ان الامر لم يعد من اولويات الرئيس الجديد ومكتبه في فتره زمنيه لا تتجاوز السنه ونصف تنتهي بانتهاء العهده الاولمبيه الحاليه خاصه بعد ان اتضح مع الوقت ان الامور حسمت من زمان لصالح المغرب والسنغال ونيجيريا وبنين رغم كل الجهود التي بذلت الجزائر في بناء الملاعب والمنشآت هذا استباق ذي نقطة ضعف ضعف كبير هي ما حفيظ الدراجي لو عنده مصادر لا مصادر مش مصادر أنا باقي معناه سامحني أخي محمد شو يا أخويا شو هذه يا أخويا أنت تقدم الترشح نتاعك كدولة ولو معناه عندك أنت داري ماري اللي مش تاخذها السنغال ونافس وقدم الدوسي نتاعي وأنافس سور التيران محمد راجل شوف أمين تو صحيح في الكلمه الاخرانيه هو يمكن بتاتر يمكن الرؤيه نتاعي انا لانه كتويكا السادي انسجل على منوال السعودي اللي هو استبق الامور وسحب الترشح نتاعو هو لانه استبق كيكا محمد فما معلومات خرج فوزي لكجع قدام البرلمان المغربي قال من لو كان 2025 راهو عندنا نحن كي شاف انحياز للملف المغربي هو استبق الامور ولكن هذا يلزم يتوفر في رئيس الفاف الجديد علاش لانك يلزمك تكون عندك درايه بكواليس الكاف بريمو سوغوندو لانك عندك عده تحديات اخرى اول حاجه لانك المنشات الرياضيه والملاعب وبرشا امور وما تنساش اللي انت يلزمك تكون باش تحط في بالك بالقدا اللي انت راك عندك كونكورون وتخلقت الكونكورنس هذه في الاعوام الاخيره ما بينك وما بين المغرب وقوات وكي تجي تشوف تقول رئيس الاتحاد المغربي كي تشوف تقول لقجع يعني يلزمك تقرا له الف حساب يمكن هذه نقطه ذكيه
من صادي في الامور هذه. يعني الامور محسوبه في كل حالات نوعا ما به ولجع بون تاثير لجع في الكاف واضح. الجزائر اشتكت للكاف من خلال المراسله الرسميه عندما صرح فوزي لجع من البرلمان انه كاس افريقيا 2025 تنظيم كاس افريقيا سيكون من نصيب المغرب. قال هذه تدخل كيفاش يعني لجع لا يحترم هيكل الكاف لا يحترم هذايا راهو الصادي عمل لحفظ هيبه الاتحاد الجزائري وراهو كومام زاد حاجه خطوه ذكيه منه باش تقعد الامور نفس المسافه. الراي معناها شو يا معلم تو علاش تقولوا لجع اللي لم يحترم المؤسسات والكاف ونعرف شنو يا كابتن هو عقله مش مقارنه عندك مش عندك عندك مش عندك مقارنه نعطيك معطى هو الاعلان نهار 27 اسمع نهار 27 سبتمبر يعني بعد نهارين شو اسمع وعلاش ما تقولوش كي يقولوا راهو المغرب والبرتغال واسبانيا مش تاخذ هي كاس العالم علاش ما تقولوش ولم يحترم ولم يحترم ما جاش قال قدام البرلمان لا لا كيما عمل السعوديه بالضبط شو اجى قال كابتن الناس الكل قال ما جاش قال قدام البرلمان وان الملف المغربي البرتغالي الاسباني قوي عنده لوكي نتاع الكاف عنده لوكي نتاع لونيون اوروبيان دو فوتبول اليوفا وعنده اليوفا وعنده الواحد دونك شو انا باقي نقول لك يا خويا شو حاجه اخرى راهو التنافس بين الجزائر والمغرب فهو تنافس صحي ما معنى التنافس هذا هو اللي خلق سيت ريفاليتي كل واحد يحب يعمل احسن استاد الاخر يحب يعمل احسن ما نعرفش انا جو سي با كوا فهمتني معنى احسن خلنا نتفاعل معك انا في نقطه انا حبيت نقول لك اللي ريفاليتي هذه راهي صحيه بين الجزائر وذا اذا مش يتقدموا على مستوى البنيه التحتيه فمعناها يحسب لهذا التنافس الاكثر هما زوج بلدان عرفوا تقدم كبير على مستوى البنيه التحتيه وهذا واضح كابتن خاصه شفنا الجزائر العام الفارط والمغرب بخلال تنظيمها عديد التظاهرات العالميه كابتن مستحسين ممكن نجوما للعالم تنظيم المغرب ما فما نقطه كابتن ما فما حتى حد خرج في برلمان اسبانيا ولا البرتغال ولا المغرب قال باش ننظموا رانا كاس العالم ما فما حتى حد اما كاس افريقيا لو لجع خرج قال رانا باش ننظموا كاس افريقيا والامور حسمت 2025 هذاك علاش التصريح هذا اثار استياء المسؤولين عليه. في الجزائر الجزائريين يعرفوا الامور الجزائريين ومازال ما لم يتم الاعلان عندهم مده واحنا تكلمنا على الامور هذه الجزائر اخوتنا في الجزائر يعرفوا 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 اللي راهو الامور حسمت بالنسبه للمغرب في كان الجاي الجزائر كابتن ستوفر 100 مليون دولار تقريبا بعد قرار الانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا للأمم القرار باش يكون رسمي في الساعات القادمة كابتن في الساعات القادمة الجزائر ستعلن على خويا أمورهم الداخلية هذيك أنا من حسب ما قال حفيظ الدراجي أنا يعني. يا خويا من الزاوية الرياضية والسيادة واسم الجزائر أنا لا أنسحب الانسحاب هو نقطة ضعف كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات باش تبخلوش عليا بالرأي ديالكم ناس مازال ما مشاركوش معنا يشاركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيبعد نشوفوا فيديو جديد ديما مغربي.